جزاكم الله خيرا، ما حكم صلاة الحاجة؟ هل هي بدعة؟ مع أني قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. لا أذكر أن من أنواع الصلاة نوعا يسمى صلاة الحاجة، وإنما الوارد صلاة الاستخارة. إذا أشكل على الإنسان أمر هل يقدم عليه أو لا يقدم عليه، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدهما بالدعاء الوارد. نعم.